فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص فلما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء من جديد؟ أولا قولك هل يمسح لا يستطيع، لأنه ما في مسح إلا في الرأس، جزء شيخ بسيط منه. أي نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد من غسله، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان في اليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء وامسح راسك واذنيك واغسل رجليك. واذا كان في رجلين نقول اغسله فقط لانه ما بعد رجلي شيء. نعم.